السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين شهوات أم العربي. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الفطيرة، فطيرة بالعسل والجبن، كتجي لذيذة بزاف، وأنا ديما تنديرها هكا في العشيات ولا الفطور في الصباح، كتجي لذيذة بزاف، سهلة دغيا كتوجد، ما تتاخدش الوقت بزاف، وحتى المكونات ما فيهاش كثيرة، تجي على طيبة الحلاوة والملوحة، تجي لذيذة بزاف. أنا متأكدة أن كلكم كتعرفوها، لكن ما فيها بس نتقاسمها معاكم. انا عمرني نزلتها في القناه عندي. غادي نحتاجوا ليها واحد قبيصه ديال الملح، شويه الملحه، كاس ونص قياس كاس العنبه ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، غنحتاجوا كيس ديال خميره الحلوه من وزن هنا 8 غرام. غادي نحتاجوا في العجين هاد، غنحتاجوا جبلي للتزيين، وغادي نحتاجو معاه الموتزاريلا، انا غادي نجبدو. غادي نحتاجو واحد العلبه ديال ياغورت مسوس، هنا 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون، هنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، الماء الدافئ باش غنعجنو العجين. ومع هاد المكونات مع الجبن غادي نحتاجو الموتزاريلا، وغادي نحتاجو العسل حتى طيب لينا. دابا ندوزو الطريقه ديال التحضير. العجين هي الاولى، غادي ندير الدقيق، قلت كاس ونص، ها كاس، وغنزيد نص كاس ديال الدقيق الابيض، نحيدو من هنا، من بعد غادي نضيف عليه هذا الكيس ديال خميره الحلوه، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال خميره معجونه، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوه زيت المائده الا ما بغيتوش زيت الزيتون، لكن هو تيبقى احسن. وهنا واحد ياغورت مسوس، انا كنستعمل هذا الياغورت، نتوما ماشي شرط تستعملوا هذا، يعني ياغورت مسوس عادي، دانون مسوس عادي ولا زبادي طبيعي. كيف قلت هاد المكونات غنعجنهم بالماء دافي، الماء اللي غادي يجمع لينا المكونات، تجي سهله ولذيذه ودغيا تتوجد دغيا، حتى في الطياب ما تاخدش الوقت كثير في الطياب. صافي بحال هكا، دابا غادي ندلكها شويه ونطلقها. هنا كيف كتشوفوا العجين ديالنا عجن، تدلكتها غير واحد دقيقه. دابا غادي نغطي هذا الاناء ديالنا اللي فيه العجين، وغادي نخليها ترتاح 5 دقائق، وغادي نطلقها باش نقرصوها مع بعضياتنا. العجين خليتها ارتاحت هنا، خليتها 5 دقائق نيشان. دابا غادي نحيدها وغنديرها في طاوه، ممكن ديروها نتوما في المقله المسمن ولا، وغادي نقرص فيها هاد الفطيره. هنا الطاوه راني دهناها بالزبده ورشيتها شويه ديال الدقيق، وغادي نقرصها هاد الفطيره، غنقرصها مزيان على حد هاد، على حد هاد الطاوه ديالنا. انا كندير شويه دقيق في يديا باش تقرص. كيف كتشوفوا هنا قرصتها على المول، دابا غادي نثقبها كامله بالفرشاه، بحال هكا كامله، وغادي ناخذ جبلي، غادي ندير نص علبه ديال جبلي. الا ما عندكمش هاد الجبلي ممكن تستعملوا غير الجبن العادي اللي كيتباع، الجبن الابيض هذاك المسوس، وتضيفوا ليه 3 ديال الفرماجات متلتين. بغيتوا انا غادي ننزل لكم طريقه ديال تحضير الجبن في البيت، الا بغيتوها تلقاوها. غادي ندير تقريبا نص العلبه، نص علبه ديال الجبلي، غادي نوزعها على هاد الفطيره كامله بحال هكا، غنوزعو ندهن بيه،
هنا وزعت عليها هذاك الجبن كامل كيف كتشوفوا. دابا غادي ندير عليها الموتزاريلا. الموتزاريلا على حسابنا تقريبا درت شي 100 غرام. غادي نوزعها على الوجه كله وغادي ندخلها الفران يطيب. دغيا تطيب، ما تساوش عليها، الفران يكون سخون من قبل وندخل الفطيره ديالنا طيب. ومني غتخرج غادي نقدموها مباشره، ملي تخرج غنسقيوها بواحد جوج معلقات ديال العسل وغادي نقدموها بالصحه والراحه. بالجبن والعسل هي هذه ملي طابت كيف قلت لكم دغيا كتحمر، ما تهاوش عليها. دابا غادي نحيدها من المول وهي مازال سخونه. ها انتم كيف كتشوفوا بقى سخونه بزاف وتتجي رطبه، وانا خايفه تهرس، غادي تهرس ليا كيف كتشوفوا. ها انتم هي هادي، غادي نجيب العسل باش نسقيوها، غير جوج معلقات ديال العسل كافيه. الفطيره ديالنا ها هو العسل، دابا غادي نسقيهم حتى هي سخونه. غادي ندير لها جوج معلقات كافيين، بحال هكا. وكنفضل انها تكال دافيه لان مع الجبن ديال الموتزاريلا، بحال هكا. نتمنى الفطيره ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، واللي عجبتها الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل الجديد. نقطع لكم طريف تشوفوها بقى سخونه، الفطيره ديالنا هي هادي. هانتوما كيف كتجي رائعه بزاف ولذيذه، وما نقولش لكم كنغيروا على هذه، ممكن ما خداتش في الفران اكثر من 10 دقائق، والعجين راه خليته خمرات 5 دقائق، يعني الا كثرتوا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه عندكم فطيره واجده. نتمنى الفكره ديال اليوم تروقكم، والا عجباتكم عاونوني بلايك للفيديو وبارطاجيو الوصفات مع الاهل والاحباب اللي تعم الفائده. دمتم بود، والى وصفه قادمه بحول الله.